ان عماد متعب احد اهم وافضل النجوم في مصر وفي النادي الاهلي خلال العشر سنين الاخيره. واحد بالحقيقه احنا كلنا بنعتبره، الجيل بتاعنا يعني كله بيعتبره عماد متعب ده اخونا الصغير الحقيقه، واخ لينا، وكل الناس بتحبه قد ايه. عماد واحد من الناس المحترمه جدا 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 اللي كل الناس بتحبه. امبارح فوجئنا بخبر بالليل على ان عماد عنده بعض التعب شويه وعنده بعض الفحوصات الطبيه، ومن امبارح للنهارده الحقيقه عماد كل الناس بتسال عليه، كل الناس بتكلمني تسال عليه، كل الناس بتكلم كل حبايبه وكل اصدقائه وكل قرايبه علشان نطمن عليه. ولكن عماد متعب الحمد لله، يعني من امبارح لغايه النهارده الواحد اتكلم معاه كتير جدا، وواحد من الناس اللي انا شخصيا بحبهم جدا، مش انا لوحدي الحقيقه، كل الشعب المصري اهلاويه وزملكاويه واتحدويه، كل الناس الحقيقه بتحب عماد متعب. الدنيا اتقلبت امبارح او من امبارح بالليل لغايه النهارده، الكل بيتكلم عن عماد متعب وتعب عماد متعب، والكل عايز يطمن. الحقيقه عايز اقول لحضراتكم اطمنوا، الحمد لله هو عماد زي ما قلت. طيب خلينا نطمن اكتر من حازم الحديدي، طبعا مدير اعمال عماد متعب. وحازم على فكره سيبكم من ان هو مدير اعمال عماد متعب وكده واحد، ولكن حازم لان احنا نعرفه بقالنا مثلا 20 سنه ولا 15 سنه، فحازم من الناس القريبه مننا جدا. طبعا التايتل ان هو مدير اعمال عماد متعب، ولكن زي ما بقول لكم حازم من امبارح بالليل لغايه من لحظات قليله جدا ويمكن لغايه دلوقتي هو متواجد مع عماد، وهو دايما اللي بيرد علينا، هو اللي بيسال، هو احنا اللي بنساله وبيطمنا دايما على عماد متعب. خلينا نعرف ايه اللي حصل، لان انا عارف ملايين الاهلاويه، مش الاهلاويه بس، ملايين المصريين عايزين يطمنوا على عماد متعب. نطمن كل جمهور عماد متعب من خلال مدير اعماله كابتن حازم الحديدي. حازم ازيك؟ يا كابتن ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ كله تمام يا كابتن اسلام، عامل ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي. والحقيقه انا يعني بشكرك طبعا على دايما مواقفك الرجوليه بعيدا عن التايتل مدير اعمال عماد متعب وكده، ولكن انا عارف ان انت دايما بتبقى متواجد في مثل هذه، مش مع عماد، مع الجيل ده كله ومع كل الناس القريبه منك يا حازم. ربنا يخليك يا كابتن، والله انا مبسوط ان انا سمعت صوتك النهارده مرتين. طبعا ربنا يخليك يا حبيبي، اللي ما كتبتناش على طول تليفونات تطمن على عماد، وطبعا ده العاشر يا كابتن اسلام، يعني انت عارف طبعا ده عماد ده حته من قلبنا كلنا كجمهور وكاصدقاء وكمحبين. يعني عايزك تطمن جمهور عماد متعب على عماد متعب يا حازم، لانه من امبارح الحقيقه وكل الناس، شوف قد ايه انت جالك تليفونات، قد ايه كلنا جالنا تليفونات عايزين نطمن على عماد، فلو سمحت اشرح لنا ايه اللي حصل من امبارح للنهارده. بص يا كابتن اسلام، هو القصه كلها قصه ارهاق. عماد امبارح كان بيلعب مع كابتن سيد معوض وكابتن حسام غالي راقد، وحصل له شويه ارهاق شويه وهو بيلعب، انت عارف برضه الراقد برضه بيبقى متعب شويه. فعماد ما فيش، حس بالم في صدره كده ووجع في دراعه، فروح البيت يرتاح وقال لا انا محتاج ان انا اروح مستشفى. راح عملنا كل الفحوصات الحمد لله كلها طالعه ما فيهاش اي حاجه خالص، بس طبعا الدكاتره نبهوا علينا ان لازم يكون في ان هو يرتاح اليومين دول، يبعد عن اي ستريس ولا اي حاجه ولا اي مجهود الفتره دي. مفيش حاجه الحمد لله، انا ماشي من المستشفى من نص ساعه. كل التقارير اللي طلعت كلها كويسه، بس الدكاتره نصحوا ان هو يكون في المستشفى النهارده يعني تحت الرعايه، لكن مفيش حاجه الحمد لله. انا بطمن كل الناس، وطبعا بنشكر كل جماهير النادي الاهلي، ما حدش سابنا النهارده، كل الناس اتصلت بينا. وانت عارف يا اسلام عماد على المستوى الشخصي يعني الناس كلها بتحبه طبعا، لكن هو الحمد لله زي الفل وكويس، وبكره الصبح ان شاء الله يكون في بيته. طيب كل ما قيل، اذا كل ما قيل من امبارح للنهارده، انا مش عايز اتكلم في الحاجات دي، ولكن كل ما قيل من امبارح للنهارده عن ان عماد عنده كذا او كذا ده كلام غير صحيح، كل الفحوصات اثبتت سلامه عماد متعب. لا لا، ما فيش اي حاجه خالص من اللي كتبت دي تماما، عماد كل الفحوصات اثبتت، هو شويه ارهاق وكان يعني شويه ارهاق بالنسبه له، لكن ان شاء الله هيبقى كويس. انت عارف عماد لو رجع التمرين تاني يا حازم ورجع يتمرن ويلعب هيبقى مش هيتعب، عشان تبقى عارف يعني. طبعا طبعا. بكره انت عارف عماد، وعماد بيحب القعده، بكره بالليل هتيجي يلعب راكد ضبط. مفيش مشكله خالص يعني، ان شاء الله يرجع بالسلامه. ودايما الحقيقه بقول لك من امبارح للنهارده الناس كلها بتتكلمنا، والناس كلها يعني كميه تليفونات الحقيقه، ومش اهلاويه بس بالمناسبه، محبين عماد متعب بالملايين في كل مكان يا حازم. طبعا يا كابتن اسلام، وربنا يخليك طبعا، احنا بنشكرك طبعا. لا لا، ده على ايه ده يا اخويا؟
وتليفونات على طول، وربنا يخليك يعني، احنا عارفين يا كابتن يعني. لا ده انا اللي بشكرك، ده انا اللي بشكرك، ودايما ان شاء الله تبقى دايما موجود مع الجميع، انا عارف دايما وجودك بيبقى مع الجميع يعني يا حازم. ومن فضلك يعني لو في اي حاجه حتى لو تكتب على تويتر او اي حاجه، لانه طبعا لازم تطمن الجمهور، وبكره اكتر كمان ان شاء الله حازم. لا لا، وان شاء الله الحلقه الجايه يا كابتن هتلاقيني معاك على التليفونات واطمنك اكتر ان شاء الله. ربنا يخليك يا حازم، متشكر، متشكر جدا حازم. كابتن حازم الحديدي طبعا مدير اعمال النجم الكبير كابتن عماد متعب.